ارجع وافي وافي الموقف بلغ أكثر من ساعتين لفة مدني كلها والآن في السوق للمرة الثانية. الفجر جايين الان تكلموا عن انه الفجر جايين يهاجموا المسيره يا جماعة البيك ده يجي السوق يجي السوق البيك ده يجي السوق يجي السوق غالبا حتحصل مواجهه اسع مع الفجر
يلا يا شباب، يلا يا شباب. هذا اللي في مواجهة حتحصل مع الفجر. شايفين لهم الفجر بين الطرب واخواننا القياده العامه هسه جايين قاعدين يتهجموا علينا برضه نفس الطرق. شايفين لهم الفجر، شايفين القدر، اسعدوا يا ناس. ليل الفجر انقتلوا اخواننا، ليل الفجر انقتلوا اخواننا. شايفين لهم الفجر، عشان اي حاجه تحصل تكون مشاهده. خلينا نصورهم يا زلمه، صور انا يا زلمه. انا اللي قبلكم من بعد حتى من زوج كده حصلنا. انا لو كان انا يا اخي انا مش هقول يا اخي انا صور انا انا لو كده زوج اشوف من بعد عشان عندنا صوره. اي بكم من بعد يلا نشوف من بعد يا زلمه، نشوف من بعد عشان نتحركوا. في نهار رمضان، في نهار رمضان الفجر بيضربوا في نار، الفجر بيضربوا في النار في السوق. العالم يشاهد باقي الكلاب الكيزان وباقي الكجر المعفنين، باقي اتباع الرزان البشير وعبدة الكيزان الان بيضربوا في الناس في نهار رمضان عشان ادوهم مرتب 3 شهور، قبضوا مرتب 3 شهور. قبضوهم مرتب 3 شهور عشان يضربوا الناس في السوق. رص العساكر الرس الليلة تسقط بس، رص العساكر الرس المجد انتهى ثم الجيش السوداني، ثم الجيش وين؟ ألف جديد زيد هناك شايفين الاعتقالات، في معتقل الان اعتقلوه تقليل المعتقل ده احنا رجعنا لايام البسيط.
وانا لازم هنا ورنده يا بس كده يا بس انسحبوا الان اطلقوا كمية من البومبان العشوائي في السوق الناس بتترس في الشوارع الان الناس اللي بتتلون في القيادة ما أحسن مننا ما أحسن أيوة ما مشكلة ما مشكلة نموت كلنا أنا ما داري عيش أنا نعيش أموت اسقط الثاني نشوف الثالث اللي قدام ترس قدام وترس وين ترسنا عليهم كلهم ورام مالو 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 ورام مالو
يا زلمه. برهان مالك؟ تسقط بس، تسقط بس، تسقط ونتيجه تسقط برهان. انا راجل، انا راكب راس، انا راجل، انا ليا غصاص، انا ليا غصاص. تسقط 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 بس. لما انا غضبان لكن الليله تشوف البلا، هذا ما داري لي هنا الليله البلينه. جري ماله الجن هاي والله جري ماله الجن. جريت عليك كفنك لا انت يا وطنك، جريت عليك كفنك لا انت يا وطنك، جريت عليك كفنك لا انت يا وطنك، جريت عليك كفنك لا انت يا وطنك. المصاب المصاب متوقعين هجوم ثاني نحن في اي وقت. أنا ما يتفضل ناس حركت موتي بجات السوق وتهاجمنا من الفجر في السوق. زي ما توقعنا ثاني الفجر ده هجوم ثاني من الفجر الان هجوم ثاني من الفجر
شايفين الكجر؟ الكجر مطاردين الناس في السوق. زر واقع في الوطن واقع منه الجيش مرق برضو وبرضو بيضرب في الناس الواقع منه أي زلمة عام الواقع منه إطلاق الغاز المسيل للدموع في السوق بصورة عشوائية. السوق مقتص بالناس بيضربوا في البومبان بصورة عشوائية وهسه بيتهجموا على السوق وبيضربوا في الناس وفي اعتقالات. الناس لو شايفان ديك العربية بتاعته ديك العربية بتاعته وبيضربوا في زول هسه وقوا قالوا لاجي وقوا قالوا لاجي يبقوا بدوين اعتقلوا في زول الان بضرب فيه بضرب فيه الان كمية من الناس من الكجر البومبان جوا الصيدلية يا فرد شوف هذا يا اخي شاب علي تعال يا شاب علي هنا شاب علي يا شاب علي يا بروالك يا حبروك يا هنا تعال ارفع درجة اجري يا اجري ارفع درجة شيل اخوانا شيل والله يا مكتر والله يا عظيم مكتر مكتر والله الله يكون عامل لهم شرف والله يا مكتر الله ينكفل عليهم نعم خليهم عبره اقسم بالله يا مكتر